محمود أحمد نجاد يحاول العودة لسدة الرئاسة مجددا. هو أستاذ جامعي وسياسي وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام وينحدر من التيار المحافظ. تولى مهام رئاسة إيران في ولايتين متواليتين، الأولى في أغسطس 2005 والثانية في يونيو 2009، وظل رئيسا حتى يونيو 2013. انقلب أحمد نجاد في ولايته الثانية على المحافظين وأصبح يبتعد عنهم بالتدريج، ولو أفكار وتوجهات سياسية ودينية تخصه تختلف عن التيار المحافظ. وبعد انتهاء فترة رئاسته الثانية بدأت تتضاءل فرصه في السياسة الداخلية، حيث وجه انتقادات شديدة لطريقة إدارة البلاد في رسائل متعددة، مما جعلوا محل معاداة الإصلاحيين والمحافظين معا. وفي الوقت ذاته لو أنصار كثيرون في البلاد، وخصوصا بين الطبقة الفقيرة والأرياف والمدن الصغرى. وفي تصريحات له بعيد تقديمه طلب الترشح، قال إن ما دفعه إلى ذلك ما طلب شعبية ملحة وظروف صعبة تمر بها البلاد. في ظل التعايش السلمي والتفاعل البناء مع العالم الخارجي وإعطاء الأولوية لتوسيع العلاقات وخاصة العلاقات الاقتصادية على الساحة الدولية، يمكن حل القضايا الاقتصادية ومعالجة آلام ومعاناة الناس. أحمد نجاد دخل في خلافات مع المرشد علي خامنئي في أبريل 2011 بشأن إقالة نجاد لوزير الاستخبارات، وهو حليف لخامنئي، وتطور الأمر إلى صراع عام على السلطة. وسرعان ما ألغى خامنئي إقالة الوزير، الأمر الذي دفع نجاد إلى تسجيل استيائه من خلال رفض حضور اجتماعات مجلس الوزراء أو الحضور إلى مكتبه في القصر الرئاسي لمدة 11 يوما. أحمد نجاد الذي استبعد مرتين في الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، يرى مراقبون أنه يعد أبرز المرشحين المسجلين حتى الآن، على الرغم من صراعاته الداخلية وخلافاته.